صباح الخير. الفريلانس هو عبارة عن صنايعي، واحد أو واحدة عنده سكيل سات معينة وبيعرضها في السوق عشان يجيله منها شغل. مثل بسيط يعني السباك. السباك دلوقتي ما ينفعش ان انا عشان عندي مشكلة في السباكة في البيت اروح معين سباك في البيت احطه قاعد جنبي. Does not make sense. فبعمل ايه؟ بيبقى عندي لستة لشوية سباكين، بقول والله لو الحاجة حصلت في البتاع انا هجيب السباك ده، وبعد كده بجيبه. والديبنز بقى بيعتمد على ان السباك ده فهمان او مش فهمان، صلح لي او ما صلحليش، نظيف او مش نظيف، كوميتد ولا مش كوميتد، كل في اليمنتس كتيره جدا انا هتصل بيه تاني ولا لا. الصناعه دي اتطورت وبقى الشغل اللي هو السباكين ده عباره عن شغل فريلانس. طبعا انا بجيب لك من زمان قوي، لكن مش معنى كده ان الفريلانس يعني مش بقارنه بالسباك. هو نفس طبيعه الشغل اللي هو بيطلب on need basis. طيب نطلع بقى شويه كده من الليفل ان هو السباك عنده سكيل سيت او النجار عنده سكيل سيت بيجي يعمل لي حاجه او وات ايفر، شخص عنده حرفه. طورت الحرف دي الى مهارات وسكيلز، حاجات يدويه وحاجات على الكمبيوترز وما الى ذلك، وبدا في حاجه اسمها فريلانس، وفي ويب سايتس اسمها ايلانس. الويب سايتس كتيره جدا بس من اشهرهم الايلانس، بتحط عليها انت بتعرف تعمل ايه وبيجي لك شغل. المشكله الكبيره بقى، المشكله الكبيره اللي بتقابلنا في الجزئيه دي هو مدى التزام الفريلانسر. هل الفريلانسر ده او هو او هي ملتزمين في الشغل ولا نعرف ازاي؟ فبقى يحصل حاجه اسمها ريتنج. يعني ايه ريتنج؟ يعني انا النهارده عايز اعرف هل هم ناس ملتزمين، هل هم ناس يعرفوا يعملوا الشغل ده. فبدا الناس تحط لها ريتنج من 1 لـ 5. الريتنج ده عشان اعرف والله انا عايز اجيب مثلا اعين محمد احمد يديني محاضره، فبشوف الريتنج بتاعه والناس قايله عليه ايه في المحاضره. بشوف مثلا عايز حد يعمل لي اي ار بي سيستم، فبدل ما اجيب حد يشتغل عندي فول تايم وياخد فلوس وانا شغال مشروع واحد، فبجيب فريلانسر. الصناعه دي ببساطه شديده محتاج ان حد يفهمها ويفهم الاختيارات بتتم على اي اساس، ويفهم ازاي اعرف اكسل فيها، ويفهم ازاي اعرض نفسي فيها، وازاي اتميز واخد شغل، وازاي اعامل الزبون. وكل ده ممكن يتحمل فيرتشوال، يعني بحس ان انتوا ما تشوفوش بعض خالص، ولو طبعا في بعض الاوقات ممكن تنزلوا وتشوفوا بعض، تعرفوا على بعض انت والعميل. هو ده المحاضرات اللي هتحضروها والسيشنز اللي هتحضروها، حاول تفكر فيها كويس، وحاول ان ده ممكن يبقى باب تفتحه لنفسك، باب شغل بتعرض شويه مهارات في وقت فاضي لعميل عايزه، وبالتالي بتعمل شويه فلوس. جود لك وربنا يوفقك ان شاء الله.